بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم من عاصمة الميادين، أحييكم من أيضا جائزة زايد الكبرى هنا لهذه الانطلاقات والتحديات المثيرة. ينطلق شوطنا العاشر المخصص للجعدان في المهجنات الأصايل ضمن أشواطنا المفتوحة هنا في هذا الصباح مع سن الإذاع وسن الإمتاع. تمنياتنا لكافة المشاركين بالتوفيق في هذا الانطلاق، بالتوفيق هنا في هذا المسار، في هذا التحدي الجميل هنا وفي هذا المهرجان الغالي على قلوب الكل. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط. هذا هوغناد مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري يتقدم ويقدم لنا شعاره. انتقل مباشرة الى المركز الثاني. المركز الثاني وصول من شاهين، يتقدم الحرب الراشد بن خادم المهيري على المركز الثاني الذي تسلل في هذه اللحظات على صدارة هذا الشوط. النقلة إلى المركز الثالث، الوصول والتقدم من مياس حمد بن عبد الله بن شتيط المالكي، بينما المركز الرابع وصول وتقدم من الوسمي. هذا هو شعار بن مقارح راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم على المركز الرابع. النقلة والدور إلى المركز الخامس، الواصل هنا والمتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، تحديات جميلة مميزة هنا دائما في هذا الانطلاق من انطلاقة وتحديات شعار حامد بن عبيد بن حامد الطنيجي يقدم مغامر في هذا المسار. المركز السادس وصل وتقدم في هذه اللحظات من الغالي خليفة بن مصبح بن محمد الظاهري، والمركز السابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من مبهر سالم بن راشد الكتبي يتقدم في هذا المسار، بينما المركز التاسع تاسع التحديات والإثارة اللي تدخل في هذه اللحظات من هياض عبد الله بن سالم بن خنيفر الحجري هنا أهالي السلطنة. المركز العاشر وصول من سنجار سلطان بن راشد بن سويدان بن حضيرم اكتبي. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. هكذا النتيجة لهذه الشعارات المتقدمة بأمال كبيرة من أجل الانتصار وتحقيق نقطة هنا مميزة في جائزة زايد الكبرى. هناك أيضا نلتقي في عاصمة الميادين حيث التقت الأصايل، التقت الشعارات في هذه المعركة الجميلة من أجل الناموس والانتصار. عود إلى مقدمة هذا الشوط بقيادة جناد، بقيادة جناد على مقدمة هذا الشوط. مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري يتقدم على الصدارة الأولى. أهالي السلطنة، أهالي السلطنة يتقدمون على الصدارة الأولى، يتقدمون ويقدمون لنا شعارهم. المركز الثاني القادم مياس، مياس وشعار مالكي، القادم حمد بن عبد الله بن شتيط المالكي خذ المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، وصول من الذيب او هناك مبهر راس سالم بن راشد الكتبي هنا يتقدم في هذه اللحظات. شعار هناك ايضا بالعقيد يتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل وتقدم في هذه اللحظات بانطلاقه هنا مغامر حامد بن عبيد بن حامد الطنيجي. ولكن الاسماء تدخلت، الاسماء تدخلت يا العسكري، الاسماء غادمه في هذه اللحظات، تسللت من المراكز الخلفيه من اجل الناموس هنا في هذا المسار. ارى هناك ايضا رعد حميد بن سالم بن حميد المنصوري وصل في هذه اللحظات، وهنا التقدم في هذا المسار من الفارس سعيد بن عبد الله بن كردوس العامري، وهنا ايضا القادم الرعب محمد بن سعيد بن لوتيه العامري وشعار بن عويضان. ولكن البدايه وين؟ الصداره وين؟ بقياده من؟ بقياده من على المقدمه؟ ما زال جناد، ما زال جناد وشعار عسكري على مقدمه هذا الشوط.
على مقدمة هذا الشوط مع الصدارة الأولى في هذه اللحظات في هذا المسار. هذا هو غناد المركز الثاني القادم والمتواجد مياس حمد بن عبد الله بن شتيط المالكي الذي حضر على المركز الثاني. المركز الثالث هناك أيضا شعار بن سويدان سنجار سلطان بن راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي والقادم الواصل هنا شايم شايم يا بالعود وصل بالعود سالم بن حمد بالعود العامري يقدم لنا شايم. اختلط الحابل بالنابل اختلط الأسماء والشعارات هنا في هذه اللحظات المنحنى الأخير ومن ثم المسار المستقيم نحو خط النهاية نحو ناموس هذا الشوط نحو الزعفران هنا في هذا المسار. الله تابع تابع يا من تتابع تابع هذا الرقص في عاصمة الميادين في ميدان الوهبة بقيادة جناد. ما زال العسكري ما زال العسكري على صدارة هذا الشوط. ركز ركز الشوط يبغي له تركيز يبغي له متابعة وتخطيط هنا في هذا الانطلاق. مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري هنا يأتي هنا بهذا الانطلاق يأتي بهذا المسار المميز هنا. المركز الثاني مياس 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 سلالة مميزة سلالة غنية عن التعريف تفرض وجودها أن تكون مع الصدارة على مقدمة هذا الشوط. هذا هو مياس حمد بن عبد الله بن شتيط المالكي اللي تقدم على المركز الثالث ووصل هنا في هذه اللحظات من غازوي وشعار الكربي ما يبنى له طاري 1200 يا أهل القعدان 1200 يا أهل القعدان قد أعذر من أنذر في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام مياس على المقدمة ولكن هناك ايضا وصول على المركز الثاني بقيادة غازي هنا على المركز الثاني. موهي بن عويضة الكربي يتقدم على مستوى المركز الثاني. القادم سنجار سلطان بن راشد بن حضير ملك تبي واللي تدخل شعار بن عويضان يتقدم في هذه اللحظات مع مشوش سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. يلا يا ابو حمد مشجعينك متابعينك متابعي هذا الشعار يتملون بأمال كبيرة الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة. وهناك أيضا المقدمة مياس مع المالكي مياس المالكي على صدارة هذا الشوط. جائزة زايد الكبرى لمن ناموس هذا الشوط لمن مسار هذا الشوط ما بين بن عويضان ما بين هنا شعار المالكي وهناك أيضا وصول من شعار بن سويدان يتقدم في هذه اللحظات. ولكن البداية البداية هو الصدارة المقدمة والمركز الأول. هذا هم شو هذا هم شوش هذا هم شوش سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري العامري. ولكن اللي قادم اللي قادم سنجار. يا سلام يا سلام يا سلام يا هو رقصه يا هو رقصه يا هو رقصه سنجار مشوش ومطفي وهناك ايضا من الجانب الاخر. ولكن سنجار 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 سلطان بن راشد بن سويدان بن حضير بن حضير ملك تبي فاز بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب مغامر حامد بن عبيد بن حامد الطنيجي اللي احتل المركز الثاني. المركز الثالث على المركز الثالث مشوش سهيل بن محمد بن عويضان العامري. على المركز الرابع هناك ايضا وصل وتقدم شايم سالم بن حمد العود العامري. والمركز الرابع هناك ايضا وصول والتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك ايضا وصول وتقدم من زيزوم محمد بن مبارك بن سالم العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا والناموس لسيد سلطان بن راشد بن سويدان بن حضير ملك تبي على فوز سنجار في هذا الشوط بتوقيت زمني. مشاهدينا متابعينا الكرام تتابعون عبر الشاشه 9 دقائق 13 ثانيه جزئين من الثانيه بينما المركز الثاني هناك ايضا وصول وتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هناك ايضا 9 دقائق 13 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه هنا مع المركز الثاني.
هنا ايضا وصول من مغامر حامد بن عبيد بن حامد الصنيقي واللي احتل المركز الثالث. هنا ايضا بتوقيت زمني مقدار 9 دقائق 14 ثانية جزءا واحدة من الثانية مشوش سهيل من محمد بن سهيل بن عويضان العامري. فتهانينا والناموس لكافة الفايزين.